غير آبهين بدرجة الحرارة المرتفعة التي فاقت اليوم 47 درجة مئوية. خرج العشرات من ساكنة قصر المنصور ببلدية بودة ومن جديد في مسيرة احتجاجية إلى مقر ولاية أدرار، رافعين لافتات منددة بما قالوا إنه تواطؤ عدد من المسؤولين المحليين بالولاية أفضى إلى عدم تجسيد مطالبهم التي رفعوها إلى السلطات المعنية منذ أشهر. المطالب كانت تمثل أول شيء المطلب الأساسي اللي هو فتح المناوبة الليلية بالعيادة المتعددة الاختصاصات بالإضافة إلى تجهيزها بكل التجهيزات الخاصة بهذه العيادات وعلى شكلتها من العيادات. المطلب الثاني كان التنمية بصفة عامة اللي هي تمثل في الصرف الصحي بالإضافة إلى الإنارة العمومية بالإضافة إلى تعبيد الطرق. المحتجون الذين وقفوا أمام مقر الولاية قبل أن يسيروا باتجاه مقر مديرية الصحة بأدرار ناشدوا هذه المرة الوزير الأول ووزيري الداخلية والصحة التدخل وإيفاد لجان وزارية للوقوف على مطالبهم التنموية التي يصفونها بالمشروعة. نوجه اليوم للسادة الوزراء السيد الوزير الأول السيد وزير الداخلية والسيد وزير الصحة من خلال المطالب اللي رفعناها مدة واليوم نعود نذكر بها للسادة الوزراء. نحن نتساءل ماذا يريد منا أن نفعل، إذن كفانا من هذا التراخي وحتى التواطؤ اللي رانا نشوفوه من طرف هذه السلطات الولائية. كانت هناك زيارات من طرف الولي ولكنها زيارة فقط مثل ما نقول لدرمج في العيون. نطالب من الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون بإفادة لجنة التحقيق. مطلب هل سيحرك السلطات المحلية في أدرار تجاه تجسيد وعودهم التنموية في قصر المنصور ببلدية بودة؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها لمواجهة وعيد المحتجين بالتصعيد؟